في إطار محاربة الجريمة بشتى أنواعها عبر إقليم المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بغليزان، تمكن أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بغليزان أثناء تنفيذ خدمة خارجية متمثلة في شرطة المرور على مستوى محور الدوران بالأسل الرابط بين الطريق الولائي رقم 13 والمحول المؤدي إلى طريق السيار شرق غرب. بعد مراقبة وتفتيش الشاحنة تم حجز كمية معتبرة من المشروبات الكحولية المقدرة ب 22,560 وحدة من مختلف الأنواع بفاتورة وهمية بتكلفة تقدر ب 379 مليون سنتيم. وتنفيذا لتعليمات النيابة تم إنجاز محضر قضائي مع حجز السلعة وتسليمها إلى مفتشية أملاك الدولة بغليزان رقم الأخضر 1055 وموقع الشكوى المسبقة PPGN MDN DZ في خدمة المواطن 24 ساعة على 24 ساعة. ليصلكم كل جديد اشتركوا في قناة الخبر على اليوتيوب ولا تنسوا تفعيل الجرس.